انا جيت. يسعد اوقاتكم طلاب. هذا مرحبا طلاب، ان شاء الله تكونوا بخير. بهذا الفيديو اللي رتوا انتم اجابه عن اسئله الطلاب، راح تظهر الاسئله على الشاشه، ومثل ما انا قلت لكم انه نزلت بوست قبل كتبتوا لي اسئلتكم، وان شاء الله طلاب الطب راح يجاوبوا عن هذه الاسئله. اذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناه، واهم شيء لا تنسون تفعلون الجرس. يلا السؤال بالنظر، حياتي احسن عن اليوم والخطه اللي شفتها نتيجتك بيها وشو سويتي وين ما رحتي؟ قلتي اول شخص حتى نتحفز ونتخيل نفسنا. والله اول يوم من عرفت النتيجة كان بيوم عيد ميلادي يوم 31/7، فكانت فرحة فرح فيها. المهم كنا عرفت عائلتي، انتهى الموضوع. يلا ليش اوقف اسوي لك كفو؟ عادي اسوي لك كفو، عادي وقف. عندك كلمة طيبة قولها، ما عندكش تغرف خالص. جاتك البلا في شكلك. السلام عليكم، اول شيء طالب كلية الطب جامعة العراقية مرحلة أولى علي حسن، معدلي كان 96 وقدمت على الدراسة الموازية وانقبلت الحمد لله والشكر. فنصائح عامة بالنسبة للطلبة اللي ناويين يطلعون هذا المعدل، اول شيء انه انت الاوقات اللي تناسبك، يعني مو شرط انه تقرب الوقت اللي يكون موجود لك، يعني عادي اذا تسهر الصبح وتنام بالليل او بالعكس. انصحك بالاشياء اللي تحبها مارسها، بس شنو بكميه محدده. يعني مثلا كنت احب الطابه، العب هواي طابه، مرونه جسديه لك وتنشط العقل، يعني شلون نقول العقل سليم في جسم سليم. وبالاضافه الى ذلك يعني تركز على الكتب، يعني تبعد عن المصادر الخارجيه اللي عندك، ركز على الكتب. واذا داخل دورات خصوصيه يعني فاستغل هنا احسن استغلال. وشكرا. نصائح عشان اتواصل الطبيه، كيف اعرف مؤهلاتي الدراسيه؟ يعني هل ممكن شخص معدل في 70 يقدر يحصل على 100 بدون تحيز رجاء؟ او جواب عني عملي. اوكي، بالنسبه انه تدرس 15 ساعه او ساعتين او 3 ساعات او 6 ساعات، ما تختلف من شخص لاخر من شخص ثاني، لان كل شخص يختلف قابليته بالدراسه، الاي كيو ما يختلف، فهاي دائما شغله تعتمد عليك انت كشخص. اما اذا شخص معدل 70 يقدر يحصل على 100 اكيد، لان اذا تتعلم من اخطائك فاكيد راح تحسن، من 70 توصل 80، بعدين من 80 توصل 90، بعدين من 90 توصل 100، وماكو شيء صعب ابدا. انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضره النبي، انت جبت المعلومات دي منين؟ زين السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده وش تقرا؟ بس اخذ فكره عنه. انا من وراء الظروف والمظاهرات قرايتي ما كانت بالقدر الكافي، بس هسه قبل كم يوم شديت حيلي وقمت اقرا من الصبح لليل. سؤالي هو، هل اقدر اتدارك الموقف والحق مع العلم انه انا هدفي كليات طب؟ ماكو شخص ما يقدر يتدارك الموقف اذا تعبت على روحك. هواي من جماعتي كانوا ابد يعني ابد ما قارن شيء، وفتره المراجعه تعبوا على روحهم وطلعوا طب بغداد، فهو مو ذاك الشيء صعب ابد. يعني الطالب علي سعد من الجامعه العراقيه كليه طب الاسنان، معدلي 97.4. اريد يعني راح اعطيكم نصائح عن هذه الدراسه وشلون تستقرون. انا عايز جمله مفيده، قول لي جمله مفيده عشان افهمها. الانجليزي عندي مشكله بيه، هو الانجليزي يعني اكثر شيء يعني يعتمد على القواعد، يعني مو على المعاني. وحتى المعاني يعني انت اقرا الكتاب واحفظ المعاني، يعني شويه يعني راح تعب مو شلون ما كان. هو سادس وراح يعني ان شاء الله يعني تقدر تحقق اللي تريده، يعني ما يجيبون اي شيء خارجي، هي بس القطعه الخارجيه ويجيبون معانيها كلش سهل يعني بسيطه، ما يحتاج يعني تخاف من الخوف. اكو بيكم هم اسئله على القواعد، قالوا العقده مالتي انت اقرا الاسئله الوزاريه مالت السنين السابقه راح تشوفها كلها بسيطه كلش، بس الفكره الكلمه مغيرها بغير كلمه شبيهه لها لو ما ادري شنو، يعني ما يجيب لك يعني فكره حل قويه مالت يعني هيك، يعني حاسب حساب كل الطلاب اكو مستواهم حل ضعيف اكو بيهم يدور بس نجاح، يعني مو حل تخاف. وان شيء لا تخاف من السادس، السادس ابسط مرحله بالحياه، يعني كلش انا جربت كل المراحل حتى ابسط من الكل، يعني خاف يقولون يعني السادس صعب وما ادري شنو. انا من نجحت من الخامس للسادس، اول ما رحت سجلت خصوصي الخمس مواد انا سجلت، انتم كيفكم مشكله ما يعني تردون سجلون سجلوا. واهم شيء اللي ما يدرس خصوصي ما اعرف المدرسه، لان اذا اعتمدت بس على الخصوصي اكو المدرسه ما يعطيك معلومات اضافيه وهواي معلومات استفادت منها بالمدرسه، واكو بيهم ما يقرون بالهايه بالعطله الصيفيه والمدرسه يقولون خلي الدراسه لل 40 يوم، وهذا كلش غلط الشيء، لان راح تتبهذل وتترامكم عليك المواد وما تلحق هيك. واكو بيهم عاد سنه ثانيه هم نفس الشيء وما لحقوا، يعني لازم تقرا بالعطله الصيفيه هيك. والسادس ابسط مرحله بالحياه والله. الفصل الاول ونصف السنه ايش قد كانت؟ معدلي بالفصل الاول ونصف السنه، اول سنه بالسادس كان بالسبعينات تقريبا، كان حيل ضعيف، بس بعدين عدلتها وجبت معدل كلش عالي بالسنه الاولى بالسادس، معدلي 95، بس عدت السنه وجبت معدل 98.71 بالسنه الثانيه، ويعني ما لها اي تاثير المعدل مالي النصف الاول ومال نصف السنه مثل ما قلت قبل شوي. فعادي تقدر تحسن روحك وتقدر تلحق على كل المواد بس بالمراجعه، بس فتره المراجعه كلش كافيه، تقدر فيها تركز على المواد كلها وتبدا بدايه جديده وتكمل المواد كلها، يعني ماكو اي مشكله. قراءه، اريد اعرف معدل القراءه خلال الدوام وخلال المراجعه. معدل القراءة والمراجعة وبالدوام يختلف من طالب لطالب، لأن واحد حسب فهمه وواحد حسب حفظه، فكل طالب يختلف عن الآخر. فأنت لازم تعرف معدل قراءتك شلونه، ومعدل يعني حفظك وفهمك شلون تفهم المواد وشلون تحفظهن،
يلا تقدر انت تسوي لك جدول، انت اللي ترتب جدولك وانت اللي تقرا وانت اللي يعني ترتب هذه الامور. انت تتكلم جد؟ مات، لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. أنا غيث رعد العاني من أدرس طب أسنان هنا بكلية الجامعة العراقية. يا عيني ده اتصدم. عيد لو أكمل. أنت قلت ولا عملوا لك إيه أنت؟ قاعد يقول الكلام اللي إحنا مش عارفين نقوله كده ولا؟ أول شيء أول نصيحة أعطيكم إياها بالسادس، أول شيء ابتعدوا عن خوف الحالة النفسية لأنه هي تضيع عليكم فرصة النجاح. اقروا باي وقت تريدوه الا تقعدون من الفجر وتقرون، لا يعني اقروا العادي، اقروا مثلا اسهروا بالليل واقروا عادي وناموا بالنهار بكيفكم. ثاني شيء اريد اقوله انه لا تدخلون فتره المراجعه الا انتم كاملين كل نقوصاتكم، لانه راح تلاقون صعوبه بالمراجعه. كمل كل نقوصاتك وبلش مراجعه، حتى لو تبلش واحد خمسة عادي، حتى لو شهر واحد مراجعه يكفي. ولا تلتزم بجدول يعني تجيبه من مثلا طالب مطلع معدل عالي، انت سوي جدولك الخاص يناسبك وان شاء الله بالتوفيق للجميع. عهود طالبة طب ويانا راح تجاوبكم على بعض أسئلة سألتوها. السؤال من مرتضى علي، هل فترة المراجعة ضبطت المواد من الأول ما ضبطتيهم؟ طبيعي كل شيء شوف أشكال ضبط وما ضبط أشكال شوف، يعني هسه أنا بس الكيمياء والفيزياء مضبط أنت كل تمام كلش أجي ضبط الباقي كل شيء تمام أشكال شوف، ما دام ضبطها ما دام ضبطها تجي عادي يعني شيء طبيعي. أهم شيء تدي ما تأجل القراية لليوم التالي، طيب سفر أكو ما حد ما يطق راسك يعني. الشيء اللي تندمتي عليها وخطأتي بيها وتنصحين الغير انه هم ما يقولون نفس الخطأ اللي وقعتي بيه انت. اول خطأ هو الخوف، لا تخاف، اول خطأ هو الخوف، يقضي على اي شيء، يقضي على الاجتهاد، يقضي على التركيز، يقضي على كل شيء. اهم شيء اهم شيء لا تخاف. زين شو كانت يعني فرحتي لما شفتي النتيجه؟ شنو كان شعورك يعني؟ شفتي متوقعه طالعين طب؟ كنت متوقعه اي قبل ما لا قريت، انا ما كنت مهتمه بالمعدل او شيء، المهم قريت يعني كفيت اللي وفيت اللي عندي هاي عندي هذا، استخدمت كل طاقتي بالسادسة كلها إلى درجة يعني صحتي دهورة. بعد ما تعرفنا بهذا الفيديو عن الامور والاجابه الوافيه ان شاء الله لاسئلتكم، كل اللي عليكم انه انتم ما تفكرون بكميه التناقصات، ما تفكرون بكم نقص عندي ماده مكمله، ما تفكرون بالمعدل، كل اللي عليكم شلون تضبطون هيك فصل، شلون تضبطون من كل النواحي. ارجع واقول مهما كان تخصصك ادبي او علمي او تطبيقي او احيائي، ضروري الفهم، يعني تفهم الماده حتى الاسلاميه تقولون عليها جافه، ضروري انه انتم تفهموها، يعني تجون على الصفحه او مو بس اسلاميه، بس هو تجي على الاسلاميه، اي ماده تجون على الصفحة تقروها كلها. صحيح حتى والكلية هم احنا عندنا اشياء مستصعبة، فشن نسوي نقرأ الورقة كلها، فنشوف شنو الشيء المهم بيها، شنو الشيء اللي انا اشوفه مهم والشيء ركز عليه الاستاذ اني احفظه وادونه. فاهم شيء هو الفهم. فمعرفة بعد فترة نص السنة، هسه نص السنة اسبوع او اسبوع ونص، نص السنة بالنسبة لي والله كل شيء ما ذكر منها. ليش؟ نص السنة مشت بسرعة، نص السنة ما أقولكم إنه أنا كاملة مكملة، بالعكس أنا عندي نقصات وطبيت الامتحان ما ضبطت كل الفصول، بس قلت أنا عندي 80 نص السنة، فمعدلي كان نص السنة 90، فشنو كنت فاهم المادة بشكل عام، شنو هي الأشياء الفصول والأسئلة الفصل، فدخلت وهذا كله جتي أسئلة إثرائية نوعا ما. فمثل قلت لكم أهم شيء ضبطون المادة. بعد نص السنة كانت أنا كنت حعطل بشهر الثالث، لأنه بعدها وفيت من المدرسة ومن بعد ما استفاد من هالشيء قاعد في البيت وحدي أقرأ واليوتيوب موجود.